أحداث الحادي عشر من أيلول فرقت بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، فجاء معرض ومضة أو بلينك الذي أقيم في كيو جاليري ليؤكد أن الدين الإسلامي دين تواصل وليس دين تفرقة كما يصوره الإعلام الغربي. الفنانان السعوديان كسورة حافظ ورنيم فارسي تعاونا لإقامة مجسم عبارة عن عمودين متقابلين بنيا من عشرات النسخ من المصحف الشريف، وطوقاه بشريط أصفر من جهات أربع. كتب على جانبين من الشريط الآية 62 من سورة البقرة والآية 69 من سورة المائدة. ماذا في التفاصيل؟ نتابع سويا. الحادثة اللي صارت في سبتمبر 11 غيرت نظرية العالم تجاه نحن كسعوديين خاصة وكمسلمين وعرب في العام، وصراحة نحن مرة تأثرنا ودفعنا مرة ثمن غالي for the past 10 years من بعد هذه الحادثة، وكل هذه صارت في بلينك، في بلينك اوف ان اي طبعا، واللي يوحي التايتل حق القطعة في ومضة في نفس الوقت اللي هي بلينك بالعربي. الإنسان ممكن يغير رأيه، يغير الفيجن، فنحن هذا اللي بنحاول نسويه في هذا، نغير الفيجن حقهم، نرجع المفهوم ونبين الواجهة الصحيحة لديننا. في كتير اشياء ممنوع نحكي عنها، مثلا القرآن الكريم بدك تعرف كيف تتعاطى مع هالكتاب المقدس، فخفتوا هل تعملوا هيك مشروع اول شيء؟ والله طبعا يهمني انا كثير انه لما نتعامل مع المصحف اتعامل معاه بمقامه، وكيف وضعناه جوه الزجاج وبارتفاع عالي، يعني الشخص اللي بيتفرج على العمل ده لازم يرفع راسه، يعني في تعبير لعملية البناء اللي في المصحف، في تعبير للشموخ اللي في المصحف، هذه حاجات كلها من القرآن. والآيات اللي مكتوبة اللي بنشاركها في المعرض هنا برضو من القرآن، آيات رسالتنا رسالة سلام. هل عرضتوا هالمشروع بالسعودية؟ لا، بس إن شاء الله نعرضه قريب. بيروت أول محطة لنا، وإن شاء الله بعد بيروت ممكن يكون في محطات ثانية. وهل رح تعرضوا بنيويورك تحديدا؟ نتمنى إن شاء الله. سمعت آراء مختلفة على هذه القطعة، سمعت ناس يعني interpretations نحن ما توقعناها، بس هذا الفن يعني ديكي يفتح لك نظريات الناس و their imagination لحد as long as there's a reaction. الحمد لله معناها انه العمل ناجح. في interpretation جديدة اليوم بدي انا اعطيها، في تو تاورز اليوم وحضرتكم امرأة ورجل من السعودية، وهيدي رسالة كمان اخرى تضاف الى عملكم. من كيو جاليري في وسط المدينة، دارين شاهين، قناة الجديد. ملابس مصلين تباع في مزيد